مساء الخير حبيباتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل بخير. حبايبي اليوم الوصفة تبعتي راح تكون وصفة لتثبيت المكياج بناء على طلب احدى الخوات، وانا اسفة كتير من الخوات اللي يطلبون من عندي شغلات وانا ما قادرة الحق وما قاعدة اعطي، صدقوني الاسبقية يعني اللي هو يطلب اول اشي، بس يعني سامحوني حسب توفر المواد اللي عندي. يعني ما تكون مواد موجودة عندي قاعدة اعرض الفيديو على طول، يعني ينطلب عندي اليوم وثاني يوم اعرضه، لان تكون المواد متوفرة عندي. وبكل الاحوال خواتي انا راح يعني اي طلب يكون مواد مو موجودة احاول تكون موجودة واقدمها لكم. هاي الوصفة حبايبي مثبت للمكياج، يعني في كتير من الخوات اللي هي بشرتها دهنية، يعني المكياج يكون دهني بوجهها ويصير عندها تعرق كثير، حتى البشرة الجافة احيانا بفصل الصيف ودائما الصراحة، وانا واحدة من عندكم، بيكون عندي تعرق كتير بالبشرة تبعتي. حتى الخوات اللي ما بيحطوا مكياج وما بيحطوا الميك اب يقدرون يحطوه، لانه كمان كتير كويس يحمي البشرة من كثرة التعرق، من كمان من كثرة التعرق، وبنفس الوقت من شلون نقول البكتيريا، من اللي بالنسبة للخوات اللي ما بيحطوا مكياج، من التعرق قلنا يحمي البشرة من البكتيريا، يحمي البشرة من اضرار الشمس، وبنفس الوقت بيعطي للبشرة نعومة وإشراقة، وكمان يقوي عضلة الوجه. يعني راح تكسبوا هاي الوصفة من كل الجهات. هاي الوصفة تستعمل إذا الخوات اللي يستعملوا مكياج قبل المكياج وبعد المكياج. بالنسبة للخوات اللي ما بيحطوا مكياج يقدروا على طول النهار، يعني من تشوف نفسها هيك بدها تنتعش ترش تحط بخاع زي هيك وتبخها على بشرتها بأي وقت، ما راح يضر أبدا بشرتها. هذا الصراحة اللي راح أعمله هسه بتقدروا تحتفظوا فيه مدة شهر، يعني ما راح يخرب نهائيا. هسه خواتي راح أحكي لكم شو هي المواد وكيف تستعملوها. المواد حبايبي هنا أنا شو أخذت، واحد من الشاي الأخضر، هيو جرين تي، واحد من الشاي الأخضر. مثل ما قاعدين تشوفون أنا حاطة هون هذه. طيب هذه أنا سبق وحكيت لكم قشور الخيار جففوها، يعني جففوها بالشمس حد ما تصير عندكم جافة، وقلت لكم راح نستفاد من عدها فصل الصيف وفصل الشتاء كتير حلوة. حتى لو عملناها مثل البودرة ونستعملها ماسكات للوجه، ماسكات تكون لونها أخضر بس كتير حلوة، مو بس على اللون، هي كمان فيها يعني مواد كتير حلوة للبشرة. بالنسبة بس أورجيكم الخيار، حاولوا بهاي الفترة كل ما تسوون سلطات يعني قشروا الخيار أحسن ما ترموه. طبعا الخيار فائدة كمان بالقشور. أنا هون أنتوا قاعدين تشوفون أبيض كمان أخذت من يعني الخيار كمان، يعني اللب تبعت الخيار كمان أخذته كمان معه عشان من أطحنه بستفاد من عنده بالكامل. هسه بهاي الفترة كل ما قاعدة أنتوا تشوفون هذا كلش قليل، بس هذا تقريبا ماركيل وين خيار. طيب لأنه من ينشف يصير قليل جدا يعني صار. المهم حبايبي أخذت تقريبا هيك 4-5 حبات من القشور وحطيتها مع الشاي الأخضر، مع ربع كوباية مثل ما شايفين من الماء، يعني ربع كوباية من الماء مع 1 كيس من الشاي الأخضر، 4-5 وحدات من قشور الخيار. بحالة الخوات اللي ما موجود عندهم قشور الخيار الناشفة تقدرون تخلون كمان قشور الخيار اللي طازة، ما في مشكلة حبايبي. وهيك حبايبي تخلوه لحد ما مغلي، لحد ما تحسوه برد، صار بارد. طيب بعديها حبايبي بتحضروا، راح نحتاج الى الماء الورد. في خواتي كتير يكتبوا لي ماء ورد للبشرة، في خواتي ماء ورد للبشرة، هذا بينباع الدهل المكياج والهذي وموجود، وصراحة ما في اي يعني فرق بينه وبين ماء الورد اللي
نستعمله للأكل أو للهاي، يعني ما في فرق. لا تقدروا تستعملون الماء الورد العادي، أنا الصراحة عندي الماء الورد اللي بيكون للبشرة، بس دائما أحب أستعمل الماء الورد العادي، بس يكون إن شاء الله من نوعية كويسة، مو بس عطر، يعني بيكون مغشوش. واللي بحالة معدة تقدر تخلي 4 5 بتلات من الماء من الورد، وتخلي عليه ماء تركه لحد ما بيتغير لون الماء، وتقدر تستعمله بهاي الوصفة كمان مو مشكلة. راح تحتاجوا حبايبي ملعقة أكل كبيرة من الماء الورد، زي ما انتو شايفين ملعقة ماء ورد كبيرة. راح تحتاجوا حبايبي كمان بهذه الوصفة جلسرين، جلسرين كتير كويس حبايبي، وبهاي الوصفة ضروري جدا الجلسرين. طيب موجود عند العطار بكثرة وكتير رخيص، يعني هاي كلها يمكن أخذتها بدينار، تاخذون من عندها اللي يعني هو ضروري الجلسرين بهاي الوصفة. ملعقة وسط، مو إلا تسويها فول يعني هيك، طلعوا أنا خليت فيها شوية فراغ، يعني مو إلا هي ملعقة وسط من الجلسرين راح تخلوه مع الماء الورد. طيب بعديها خواتي شو راح تعملوا؟ راح نخلط هاي المواد اثنينهم مع بعض زي ما انتو شايفين، وراح نخلط الشاي الاخضر مع الشاي الاخضر مع الخيار. ناخذ المي تبعته، احنا قلنا ربع كوباية، ربع كوباية من الشاي الاخضر مع الخيار، وراح تخلطه كتير كويس خواتي. هاي الوصفة الصراحة مو من يعني مو من اختراعي، يعني انا اخترعتها او انا اللي ابتكرتها، لا هحكي لكم سر هاي الوصفة. انا عندي مثبت تبعت يعني تبعت ميك اب، طيب، وتبعت التعرق عشان يمنع التعرق من البشرة عند وضع الميك اب. طيب شفت الصراحة أنا كان هسه حبيت أورجيكم إياها، بس العلبة عندي فاضية وأعطيتها لزوجي عشان يسافر لألمانيا يجيب لي نفسها بالضبط. حبايبي والصراحة نساها حسب يعني، لأن صار عندنا ظرف طارئ ورجع عشان والدته كانت بالمستشفى قبل ما تتوفى، فنساها وما جاب لي حتى المثبت. المهم حبايبي إن شاء الله بس يجيبها بالسفرة أورجيكم إياها. كانت هي نفس المواد بالضبط، بس في إشي أنا ما خليته موجود وبكثرة على فكرة، وتقدروا تشتروه، بس أنا لأني حابة أعرض هذا الفيديو للأخوت، يعني بدلت هذا الشيء بقشور الخيار، يعني قشور الخيار كان بديل للي المادة اللي أنا ما خليتها هون. هو نبات اسمه نبات البندق الساحر، نبات البندق الساحر أو الساحر، هذا موجود عند العطار يجي ورد. طيب نفس الاشي تاخذون اكم من وردة هيك، اكم من هيك شغلة، يعني فد 4 وحدات وتحطوها بحالة اذا ما كان موجود عندكم، بحالة ما موجود مو ضروري تقدروا تستعينوا بالخيار، مو مشكلة حبايبي. زين راح تاخذوا هيك بخاخ حبايبي وتحطوه، ان شاء الله اقدر ما جبت اشي احط فيه. طبعا زي ما قلت لكم هاي الوصفة تقعد عندكم تقريبا شهر بالكامل. طيب تخليها طبعا افضل هي تقدرين تخليها اذا الجو عندك بالغرفة بارد تقدرين تحطيها على الكوميدينو تبعت المكياج، زين، بس انا بفضل تخلوها بالثلاجة. طيب تخليها تقدري قبل المكياج كمرطب، طيب قبل المكياج وبعد المكياج كمثبت. طيب الخوات اللي ما بيخلوا مكياج يقدرون يخلوه على بشرتهم بنفس الوقت، يعني انتو شايفين انا خليت خيار وخليت كمان الشاي الاخضر وخليت قليل من الجلسرين والماء الورد، يعني مواد كلها تجعل البشرة ملبس كتير حلو، تعطي نعومة تعطي اشراقة، حتى تشد العضلة الوجه، سكر المسامات الواسعة كمان، تعطي للبشرة هيك نضارة وإشراقة، تخلي المكياج يطول فترة أطول. طيب وشون نقول
يعني بالنسبة للتعرق، السيطر على التعرق تبعات البشرة. هذا هو الفيديو اليوم تبعي، وإن شاء الله ينال إعجابكم. طبعا أكيد راح ترشي يعني هيك على البشرة، بس أشوف أنا البخاخ تبعي يسوي مثل المي، لازم، هذا غلط، لازم هو يكون بخاخ يعني يكون هيك رذاذ خفيف. طيب، لان ما راح تقدري انت فوق المكياج تقعدين هيك تسوين. وبحاله الخوات اللي ما عندهم مكياج وما بدهم يحطون مكياج يقدرون يحطوه عادي، يعني حتى لو صار مي كثير السيبي لحد ما ينشف. بالنسبه للخوات اللي يحطوه قبل المكياج، تحطيه طبقه زي ما انا هسه حطيته والسيبي لحد ما ينشف، بس ينشف قبل المكياج بعشر دقائق، بعدين حطي المكياج فوقي، حتى راح يخلي المكياج يعني يتحرك بوجهك بسهوله ويثبت المكياج كمان او الميك اب حبايبي. وهذا هو الفيديو تبعي اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتمنى من عندكم خواتي انكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي تفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندي كل جديد، ومع السلامة.